كنت مبسوط قوي ان انا عملت الشخصية دي. ليه؟ لان في يوم من الايام قابلت مدرس كان ممكن ينهي حياتي العلمية. يعني ده اصلا في حياة حضرتك الشخصية حصل جدا. وتقريبا يعني لما جالي الشخصية دي لما قريتها شفت الشخص، تعرفت تمثله صح قوي 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 حقيقي، تعرفت قوي لانه كان تجربه شخصيه مأثر فيا جدا. وبعدين عايز اقول حاجه مهمه، المدرس او الاب او الام ممكن يعدلوا سلوك الانسان 180 درجه، يا ينجحوه قوي يا يخلوه يفشل قوي، ما مجرد معاملتهم ليه. حياتك الشخصيه نجحت قوي ولا قوي؟ قول لي تأثير لله. بعد اللي حصل موقف اللي حضرتك حكيت لنا عليه. لا الحمد لله والشكر نجم لله. نجم النجوم، بس انا بتكلم على الحياه الشخصيه. مش نجم قوي يعني، لا مش نجم في المكان اللي حضرتك فيها. يا ربنا يخليك، ده من ذوقك يعني، بس الحمد لله والشكر لله ان الموقف دوت ما اثرش على حياتي طبعا يعني طبعاً. لان لو اثر على حياتي ما كنتش كملت تعليم اصلا. صح. وده بيحصل لأطفال كتير قوي خصوصا في المدارس، المدرس بيبقى همه كله ممكن يكون نيته كويسة انه عايز يعلم الأطفال، بس أسلوبه أو سلوكه بيختار سلوك عنيف، ممكن الطفل في وقت صغير ما يفهمش قوي ان الطريقة دي مناسبة ليه. طبعا الطفل عايز يتعلم، عايز يتدلل، عايز بحنية، عايز حد ينزل لمستوى شوية الفكر وياخده بالإيديه، لأن الطفل ده في النهاية هو شخص لسه مش مكتمل بيتشكل. برافو عليكي. فعلى حسب سلوكيات حضرتك ومعاملات حضرتك والبيئة اللي موجود فيها اللي محيطة بالطفل هي دي اللي هتحدده طبعا. يا ينجح يا للأسف يعني. طيب بعد الفيديو واللي انتشر على السوشيال ميديا ده، حضرتك قلت لنفسك يا ريتني ما عملت الدور ده؟ بالعكس بصدق. بالعكس انا اتبسطت جدا ان انا عملت الدور ده، لان انا الحمد لله عندي ادوار كتير قوي متنوعه الحمد لله والشكر لله، مش كبيره قوي لكن في ادوار فيها الحمد لله مؤثره الحمد لله. والادوار الحمد لله متنوعه، وتنوعها ده عامل لي اشباع فني. طبعا محتاج لسه يعني، انا مش هشبع من الفن طول ما انا عايش، لكن الدور ده تحديدا اتبسطت قوي قوي انه عمل التأثير ده. لا ولفت النظر جدا. لفت النظر كمان جدا. ان حضرتك موجود وقوي. الحمد لله. الحمد لله. وبعيدا عن اني اثبت ان انا الحمد لله كممثل إدارة